الرجاله عموما والخلايجه خصوصا والطيارين تحديدا بيعشقوا المغربيات. طيارين اللي معروفين انهم لفوا العالم كله وتعرفوا وتصاحبوا على بنات من جميع الجنسيات الاوروبيه والروسيه والمغربيه، يوم ما بيفكر يرتبط او يتجوز بيدور على المغربيه، حتى لو هو طيار مصري بيحب المغربيات ما يفكرش يتجوز من المصريات اللي هنا. الخليجي نفس الحوار، الخليجي يتجوز 2 3 ارضاء لاهله، بنت عمه بنت عمته كده، بس برضه بتبقى عينه على انه يرتبط بواحده مغربيه. قريت مقال لكاتب سعودي كده بيقول انه جوز مره واتنين خليجيين عايزين، وبعدين كان عايز يتجوز التالته، كان حاطط عينه ان هو يتجوز واحده مغربيه. لما اقنعها فقعد بيهزر معاها، فبيقول لها ايه، على فكره انت هتبقي الجوازه الثالثه ليا، يعني الخانه الرابعه هتبقى فاضيه، في اي وقت انا هتجوز. قالت له وانا ما عنديش مانع، بس شرط ما تكونش مغربيه، لانها واثقه من قدراتها وقدرات المغربيات من جنسيتها ايه في الحاجات اللي اتربوا عليها، لان الحاجات دي في اساس تربيتهم وتنشئتهم، يعني امهاتهم وجداتهم بيعملوا الحاجات اللي انا هقولك عليها كمان شويه دي. لو رجعنا برضو بالتاريخ شويه لورا هنلاقي ان الخلفاء العباسيين اللي اشتهروا بحبهم للجواري والحسنوات والجميلات والخدمات كانوا بيعشقوا برضو وبيحبوا الامازيغيه، السيدات الامازيغيات اللي هم المغربيات في وقتنا ده. ليه؟ لأنها ميكس كده ما بين العادات والتقاليد والجمال العربي بروح أوروبية. طيب ليه الست المغربية واخدة أسطورة السعادة دي وحلم أي راجل؟ لأنها أول حاجة بتعشق أنوثتها، بتمارس أنوثتها في كل حاجة، في اللبس بتحب تلبس وتتدلع، في الطبخ، في الرقص، في العناية بجوزها. تلاقيها في البيت متألقة باللبس الناعم، الشيفونات والستانات والحاجات، وطبعا برضو والملابس التانية اللي هي الأوروبية بقى، الباديهات والليجنز والحاجات دي، ومهتمة إن بشرتها دايما بتكون نظيفة وبشرة جسمها يعني وبتلمع وناعمة، ودي طبعا من خلال الحمامات المغربي اللي بتعملها اللي هم اساتذه ما شاء الله فيها، والسكرابات والحاجات والحنة البيضة والحاجات دي، فدايما بشرتهم بتبقى ناعمة. وحاجة كمان برضو مشهورين بحوار التاتو والحاجات دي. طيب الحاجة التانية عندهم حاجة مقدسة اللي هم محدش يعمل شغل بيتهم غير هم، ما بتستعينش خالص بخدمات ولا اي حد يساعدها ولا اي حاجه، هي بتحس بانوثتها وهي بتعمل كل حاجه لبيتها بحب، مش ان هو روتين وواجب عليها، لا بتعمل الحاجات دي اكنها بتمارس انوثتها، فتلاقيها بتنظف بيتها هي بنفسها ما بتستعينش باي حد. تالت حاجه بتتفنن في الطبخ، بتعمل كل الاكلات التقليديه المغربيه والطاجين والحاجات الحلوه المغربيه دي عشان نور عين جوزها، عشان جوزها ياكل من ايديها. وعندها بقى كمان طاقه كبيره انها تعتني بجوزها، يعني مثلا تعمل له مرتين في الاسبوع مثلا حمام مغربي ليه، هما اساتذه فيه، وطبعا في الاخر بتعمل له مساج، وعندها تقديس وخضوع لجوزها واوامره، وبتحس ان هي يعني داخله رهان على نفسها، ازاي ترسم السعاده على وش جوزها، ازاي تبعد اي مناغصات عنه وتخليه عايش معاها سعيد، هي داخله تحدي مع نفسها. وحاجه كمان بتستغل كل اساليب الدلع والاغراء الانثوي واللغه الجسديه بالمعنى الاصح في انها تحببه فيها ويبقى شايف الحياة كلها من خلالها هي.
وتتجاهل اي مشكله ولا اي تنغيص بره يجي لها من بره ويدخل شقتها. لا، هي عايزه تحسسه ان هي ايقونه السعاده بالنسبه له. اي مشاكل ومنغصات بترميها بره على العتبه بتاعتها. طيب لو انت بقى واحده لسه مقبله على جواز، او واحده مثلا يعني كانت بتتعامل عادي وكده وعايزه تطور من نفسها وعايزه تبقى مغربيه في نفسها زي ما بنقول، تعمل ايه؟ اول حاجه اهتمي بنفسك ودلعك وانوثتك في البيت وبره البيت. ما تلبسيش وتتزوقي بره البيت وتقعدي اي كلام جوه البيت. اهتمي بلبس الدلع، ولبس الدلع مش معناه ان اللبس اللي على طول يعني مبين ومكشوف، لا، في لبس وفي بيجامات وفي حاجات بتبقى كيوت كده وحلوه. نوعي من لبس الدلع، البيجامات والستانات، شيفونات، قطنيات والحاجات دي. تاني حاجه اهتمي ببشره جسمك، خدي كل يوم شاور واستخدمي لوشن بعد الشاور. لازم ملمس جسمك يبقى على طول ناعم وعلى طول جسمك يكون نظيف. وحاولي مثلا تعملي تاتو ولا حاجه، لو مش انت مالكيش مثلا في حوار دق التاتو ممكن نستعين بالحنه في المناطق اللي ممكن اللي بيحبها جوزك وكده. خلي دايما ليكي يا عطر او بيرفيوم اثاره عندك. عطر الاثاره زي ايه؟ زي مثلا دارك كيس في باسن بادي، في مثلا لاف باشن وانجما مثلا في اوريفليم، سو سيكسي في مثلا في فيكتوريا سيكريت. البرفيومز دي بتبقى معموله للاثاره، ويا ريت تستخدميها في البيت لجوزك، ما ينفعش نحطها ونخرج بيها بره. تمام. طيب تاني حاجه اعملي لجوزك مره او مرتين كده في خلال الاسبوع، اعملي له، مش لازم تخليه ياخد شاور مثلا مغربي زي المغربات ما بتعمل، مش متقنه، خلاص خليه ياخد شاور. انت اديله شاور مثلا بالعادي مع البخور والشموع كده، يعني حاجه في اللذيذ، حاجه رومانسيه كده. وطبعا ما تنسيش المساج زي ما احنا اتفقنا. تمام. تالت حاجه اتعاملي بجراءه مع جوزك. الراجل بيعشق ان مراته تبقى جريئه معاه، يعني وفي العلاقه الخاصه هو جوزك فليك كسوف، خليكي جريئه معاه واستخدمي كل اساليب الاغراء واللغه الجسديه في انك تحببيه فيكي، وما يبقاش شايف غيرك، انت بالنسبه له الحياه، سعادته كلها متلخصه فيكي. كمان حاجه، لو انت مش قادره مثلا على مهام الشقه وتنظيف الشقه وكده، ممكن تستعيني بواحده تساعدك، بس بشرط ما تخليش جوزك ياكل من ايد خدامه او الداده عندك. لازم تعملي الاكل لجوزك وادخلي، يعني ما تقتصريش انك الحاجات اللي انا عارفاها، لا، ادخلي وتفنني في انك تجيبي وصفات من على النت وتعملي لجوزك وتملي عينه وتملي بطنه. بيحبوا ياكلوا من ايدين مراتاتهم، بيحس بكده انه اتجوز. كمان حاجه عايزه اقولها لك، لو عندك مشاكل ووش في شغلك او وش خارجي او مشاكل مع مثلا مع اهلك او اي حاجه، بلاش وهو قاعد تقعدي تحكيه فيها، خلي قعدته معاكي هي ما هي الا بيعلمك حاجه جديده، بتمارسوا حاجه بتحبوها مع بعض، بتلعبوا مع بعض، اي حاجه، جو سعاده. ابعدي عن منغصات الحياه، ارميها بره، وعوديه وعلميه ان يرمي همومه ويرمي مشاكله ومشاكل الشغل على عتبه الباب. دخلت الباب خلاص خلصت، ما تتكلموش في حوار الشغل او في اي مشاكل تانيه. خلي بيتك هو عنوان السعادة بالنسبة له. طيب أهم حاجة اتفقنا عليها وبأكد عليها كل مرة، إن لسانك ده يبقى بينقط عسل، ودانه متعودة إنه يسمع منك على طول المدح والشكر وإنك تدعي له. ربنا يوفقك يا حبيبي، ربنا يفتح عليك. الرجالة بتحب تسمع إن مراتاتهم بتحبهم وبتتمنى لهم الخير، وبتتمنى تشوفهم أحسن وأعظم ناس في الدنيا. هنختم بمقولة الكاتب السعودي لما سأل مراته المغربية اللي اتكلمنا عليهم في البداية، وقال لها: أنت إزاي خليتيني أحبك بالشكل ده وعشقك وأشوف السعادة كلها معاكي
وما احسش بان اي حاجه تسعدني غيرك. قالت له: امهاتنا علمتنا ان جسد الرجل كالفانوس السحري، كلما لامستيه بلين ورفق طلعتي المارد الكويس منه. طيب كده انا خلصت كلامي، عرفنا بقى اسرار المغربيات. تمام، سلام.